إذا مرحبا بالجميع أيها السيدة والسادة، هنا بممر النخيل بطرح قطعة النار في السباق على الطريق في لايف 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 صباح الخير على كل المتابعين ومتابعات قناة شوف تي في من خلال هذه المباشر بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد، وفي إطار أنشطة ملتقى القرب والتنمية المستدامة في النسخة الأولى ينظم المجلس بقطعة المنارة بتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتكوين سباق الأول الطريق لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بمناسبة يعني بمنطقة بحميد، واليوم يوم الاحد 15 يناير 2023 ابتداء من الساعه 9 صباحا يعني بمدار النخيل. كما تتابعوا معنا هذه المنصه الان اللي يعني هذه يتم من خلالها تتويج اطفال المشاركين في هذا السباق، في حين تنشوفوا بانه السباق المسافه ديال 1000 متر يعني كان هناك جوج ديال السباقات، كان سباق ديال البراعم وكان الفتيات كتاكيد الان هذا السباق اللي يعني السباق ديال الصغار الان، والمسافه ديال 3000 درهم كما تتابع معنا ومتابعينا من خلال المباشر تشوفوا المنصه، يعني حضور رئيس مقاطعة المنارة حضور رئيس مقاطعة المنارة كما تتابع معنا من خلال المباشر بالإضافة لجميع الأعضاء ديال المقاطعة ياسين بالإضافة لرئيس مقاطعة أضاف رئيس المقاطعة ديال المنارة وكذلك الأعضاء ديال مقاطعة المنارة كما تتابع معنا المتابعين من خلال المباشر باش أنهم احتفلوا مع هاد الشباب أنهم يشاركوا هاد الشباب هاد الفرحة ديالهم الفرحة ديال المشاركة في هاد السباق كما تشاهدوا معنا متابعينا خلال هاد الموسم. إذا في انتظار الوصول ربما أنه غادي يكون الوصول الأول للصغار، يعني كانت سباق ديال البراعم وكذلك ديال الكتاكيت، الآن يعني السباق ديال الصغار، يعني الصغار ربما ديال ما بين 10 ديال السنوات و 12 سنة. يعني نحن في نقطة الوصول في هذه اللحظة كما تشاهدوا معنا ومتابعينا من خلال هذا المباشر الآن. إذا نحن تنتظروا اللحظة ديال الوصول، الوصول المتسابق الأول أو المتسابق الأول، المتسابق الأول المتسابق أو المتسابقة الأولى، لأنه المشاركة تتعرف يعني الحضور ديال الإناث والرجال بصفة عفوا الصغار ذكور وإناث. تحية يعني للمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، كذلك للسلطات المحلية للقوات المساعدة اللي قايمين بعض مجهود كبير تبني منه يعني من بعيد. يعني المتسابق الأول اللي الآن غادي يكون الدخول الأهلي. احفظ لحظه دخول المتسابق الاول ثم تتبع معنا متتبعينا. اذا هذا هو المتسابق الاول، هذا هو الطفل اللي جاء في المركز الاول ثم تشوفوا معنا. إذن الوصول يعني هادو هما الثلاث المتسابقين الأوائل اللي يعني اللي استطاعوا أنهم يفوزوا بالمرحلة ديال الصغار كما تتبعوا معنا ومتتبعينا.
اش يا ولدي اش 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 اذا هادو هما الاطفال اللي فازوا بالمرحله ديال الصغار كما تتبع معنا. شوف شوف خالد خالد باش عطينا تصريح. اذا المنافسه اللي انطلقت منذ الساعه 9 صباحا كما تشوفوا معنا خلال المباشر المتتبعين بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفر عيد الاستقلال المجيد في إطار الأنشطة ديال الملتقى القرب والتنمية المستدامة في النسخة الأولى، ومن خلاله يعني قرر أنه ينظم يعني في إطار يعني أنشطة الملتقى القرب والتنمية المستدامة في النسخة الأولى اللي قرر من خلالها المجلس مقاطعة منارة بتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتكوين السباقات اللي كنا تنعيشهم فاش كنا باقي دراري صغار فاش باقي يعني كنا تنعيشوا هاد المراحل يعني الجيل ديالنا الجيل الذهبي. أنا تتذكر هاد المشاركات اللي افتقدناهم، ولكن من خلال هذه المبادره اللي تقوم بها الان المجلس مقاطعه مارفا تحيي في نفوس الاطفال وكذلك العائلات هاد المشاركات هادو كما تتابع معنا. اذا كاين جوائز مهمه بالنسبه يعني للناس اللي هذه كما تشاهدوا معنا جوائز مهمه بالنسبه للاطفال والعائلات ديالهم، يعني الاطفال اللي جاوا في المراكز الاولى في هذا السباق هذا متتبعي قناه شوفي. نشوفوا هما هاد الوليدات كلهم يعني اللي تشوفوا هادو هما الوليدات ما شاء الله في هذا السباق هذا في هاد اللحظات هاد اللحظات كلهم هادو هما الابناء ابناء ديال المغرب ابناء المغاربه بصفه عامه اللي شاركوا في هاد السباق هذا يعني غادي نتقبلوا في هاد اللحظه كاس اندو 3 هو رئيس مركز اندو 3 اذا نزلنا كما تشوفوا معنا رئيس مقاطعات المناره الصفاقي اللي غادي تحدثنا على هذه المبادرة هذه النسخة الأولى من هذه المبادرة هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا بالنسبة خصوص يعني هذا السباق هذا بخصوص هذا السباق هذا اليوم اللي النسخة الأولى يعني ولا الجيل ديالنا بحال الجيل ديالكم أستاذ اللي تتذكر هاد السباقات اللي كانت تنظم من طرف وزارة التربية والتكوين وكنا تنشاركوا فيها يعني منذ زمان بطبيعة الحال. صباح الخير، اليوم كنتواجدوا بالملتقى ديال المحامي. هذا الملتقى ديال السباق على الطريق هو الملتقى الاول هذا الملتقى ديال المحامي. الاسبوع الماضي كانت عندنا النسخه الخامسه من الملتقى ديال الحي الحسني. فاليوم مشكورين الاخوه والاخوات الساده المستشارين واستشارات الاطر الاداريه والسلطه المحليه وكذلك يعني الامن الوطني والوقايه المدنيه اللي ساعدونا في انجاح المبادره هذه اللي هي السباق على الطريق لمنطقه الحميد في نسخته الاولى واللي في حقها كان بشراكه مع الاكاديميه الجهويه المديريه الاقليميه للتربيه والتكوين اللي ساعدونا واللي عطاونا يعني المشاركين من مختلف المؤسسات التعليميه. فهذا الملتقى هذا اللي هو ملتقى يعني رياضي ملتقى يعني في مجموعه ديال الفئات ديال الاطفال والبنات الصغار اللي الملتقى ديالهم والسباق على الطريق. فكنتمنى ان هذه المبادره هي المبادره الاولى، ولكن كنتمنى في المستقبل ان شاء الله في السنوات المقبله اننا نعرف هذا الملتقى هذا ارتقاء
يعني وعرفوا واحد يعني القطاعات منها هذا العمل لانه امامنا شباب كله بقى وشباب اللي بقاو يعبروا على المواهب ديالهم وفيما يخص هاد المسابقه هذه. يعني مقاطعة المنارة هي مقاطعة منفتحة على جميع يعني أكبر المقاطعات في المدينة أكبر المقاطعات في المغرب. وكذلك يعني داكشي باش درنا السباق على جوج الأجزاء، الجزء ديال الحي الحسني وجزء ديال المنطقة ديال المحاميد، لأن كان عندنا المشاركة كثيرة. ذاك الأسبوع كان عندنا 1400 تلميذ اللي شاركت، اليوم عندنا أكثر من 1000 تلميذ وتلميذة، فيعني كان العدد كثير. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا هاد المبادرات اللي باش نديرو اكثر واكثر في مختلف الرياضات الاخرى، ونتمنى الله يوفقنا ويوفق جميع المسلمين امين. شكرا لك سي عبد الواحد الشفقي رئيس البرنامجي على منطقه المناره وكذلك رئيس مقاطعه المناره بطبيعه الحال. شكرا لك بزاف، بالتوفيق ان شاء الله. اذا كما تابعتوا معنا متتبعينا خلال هذه المباشره، يعني مازال السباق متواصل ديال النسخة الأولى للسباق على الطريق هنا بشارع النخيل اللي نظمته يعني نظمه المجلس مقاطعات المنارة بتعاون مع المدير الإقليمي لوزارة التكوين التربية والتكوين عفوا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بمنطقة يعني بمنطقة المحاميد. واليوم يعني فرصة الصقل يعني الاكتشاف المواهب في السباق. ما احوجنا اننا نرجعوا للزمن الجميل، يعني ايام السكاح وعويطه والقروج ونوال المتوكل. احنا بحاجه يعني لهذه السباقات، لان منها تكتشفوا يعني المواهب الجديده، يعني الابطال يعني في العدو بصفه عامه في مسافات مهمه. يعني كانت سباق في الاول ديال البراعم يعني في الصنفين، صنفين الذكور والاناث. الان يعني كاين السباق ديال الصغار سن 10 سنين 13 سنه. تنشوفوا بانه الهلال الاحمر، تنشوفوا انه المصالح الامنيه متتبعه قناه شوف تي في، كذلك العناصر يعني التابعه لولايه امن مراكش. الناس يعني بصفه عامه يعني المشاركين، الناس الرياضيين، الاطر التربويه اللي جايه، كذلك الاباء. يعني شوفوا يعني التحفيز. واحد الهواء نقي ودخلتي الهواء الميدانيه ديالك، ها؟ نتمنى تكون رياضيه. يعني التحفيز بالنسبه للوليدات اللي كما تنقولوا بقاو فيهم الحال، يعني كاين تحفيز بالنسبه للوليدات انه ان شاء الله. تحيه كذلك يعني لجان النظافه اللي قايمين بمجهود تاهما انهم تيحاولوا يجمعوا النفايات المتراكمه في الجنابات، لانه كاين قنينات الماء. فكما تتبعوا معنا متتبعينا، فالسباق هذا بقى متواصل والانطلاقه بطبيعه الحال باقيه. يعني تشوفوا الاستعداد الان لاعطاء الانطلاقه اخرى هنا، كما تتبع معنا متتبعينا في انتظار انه يعني ربما هذا يكون سباق اخر على الطريق. يعني اجواء جميله الصباح، تنشوفوا الاباء وتنشوفوا الامهات تنشوفوا الاباء والامهات اسين الاباء والامهات اللي مشاركين في الفرحه الجميله مع الابناء ديالهم. غادي نستقبلوا عضو ديال مقاطعه المناره مكلف بالثقافه الرياضه بطبيعه الحال، باش اننا يعني بالخصوص والله موسيقى اذا الاستعداد الان لاعطاء انطلاقه اخرى لسباق اخر على الطريق لفائده هاد الاطفال في هاد اللحظات. ومتتبعي قناه شوف تي في عضو المقاطعه الاماره Thank you.
إذن الآن في هذه اللحظة تعطى انطلاقة جديدة للسباق، سباق جديد لفائدة فئة عمرية، فائدة فئة عمرية في هذه اللحظة، يعني الاستعداد الآن كما تشوفوا هنا يعني الفتيات تبارك الله. ايضا الاستعداد الان للانطلاقه، نحو الانطلاقه. يعني التحفيز نشوفوا في هذه اللحظه التحفيز والانطلاقه كما تشوفوا معنا متتابعينا، يعني الاستعداد الان، الاستعداد الان لاعطاء الانطلاقه للفتيات في هذه اللحظه في نقطه الانطلاقه. حبيب تفضل، مرحبا بك معنا في هذا المباشر على قناه شوف تي في. يعني اليوم تنشوفوا هذا السباق، السباق اللي ما احوجنا اليه، يعني الزمن الجميل، الزمن ديالنا حنا الذهبي. يعني اليوم تنشوفوا انه هذا السباق بالنسبه للاطفال واش هو تعزيز الرياضه، وكذلك مناسبه يعني اننا نشوفوا ابطال ان شاء الله في المستقبل في العدو الريفي بحال السكاح بحال عويطه بحال تفضل. تحت شعار انفتاح على المؤسسه التعليميه في الجانب الرياضي، وايضا تفعيل وترسيخ الممارسه الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه داخل المؤسسات بعلاقتها بالمجلس مقاطعه المناره، على اعتبار ان المجلس يقوم ايضا بانشطه كطابع ثقافي ورياضي واجتماعي. اذا نذكر بالنسبه للسباق السابق اللي طلب منطقه المسيره كانت المشاركه حوالي 1300 ديال المشاركين من مختلف المؤسسات التعليميه المنتميه الى ترابط القطاعات المناره، واليوم حوالي 1350 مشارك ما بين الفئات العمريه المشاركه في هذا السباق. بعض الانجاز اللي حققه المنتخب المغربي على الصعيد الدولي. نعم. وهذا التحفيز ديال الهمام والتحفيز ديال الشباب، يعني من تعزيز الرياضه بصفه عامه. تعزيز طبعا الرياضه بصفه عامه، وايضا انفتاح المؤسسات التعليميه والتربيه اللي كانت قاطره ديال الرياضه. نعم. لو لاحظتي راه كان ديك الساعه الهوندبال والباسكتبول والرياضه الجماعيه والعدو الريفي كان ديما من الاولويات، الاولويات داخل الرياضه التكوين بعدا والتربيه، في التربيه والتكوين. التربيه وطبعا المدرسه ما بقاش تقوم بهذا الدور ديالها نظرا للفضاءات ديال المدرسه ما بقاش مؤهله، ثانيا انه ديك الساعه حتى الاطر التعليميه والتربويه اللي كانت تقوم بالانشطه ما بقاش عندها الحافز، وبالتالي المؤسسات ديال المؤسسات المنتخبه قابله للانفتاح على المؤسسات التعليميه في هذا البعد الثقافي وفي بعض الرياضي وفي الاجتماعي، على اعتبار انها عندها الامكانيات وعندها الامكانيات اللوجستيكيه والامكانيات الماديه، وايضا الدور ديال المقاطعات والدور الثقافي والاجتماعي في اطار عمليه التدبير والتسيير هذه المرافق، وبالتالي انه هذه المرافق اللي كاينه على الصعيد ديال منطقه المحامي خاصه خصوصا اكبر المقاطعات، خاصه هي اكبر مقاطعه على الصعيد الوطني وتبارك تقريبا اكبر من اكادير. تبارك الله. بمعنى انه وتتستقطب تقريبا 50% من المؤسسات التعليميه و 50% من الساكنه، وتتستقطب اكثر يعني الانشطه، على اعتبار انه كاينه واحد مجموعه تاع المرافق الرياضيه اللي فات مع القاعات الرياضيه في القطب ديال المواطن، واللي خص الشباب وخص الجمعيات والمجتمع المدني يقوموا حتى هما ايضا بانشطه موازيه، لانه كاين الامكانيات الظروف متاحه باش تخدم الموارد البشريه، وخص المجتمع المدني يخدم الدور ديالو. سي الحبيب انا نرجعك شويه للزمن الوراء، ربما انك تتذكر باب جديد والعدو الريفي اللي كان العدو بصفه عامه، السباق الاطفال، وكنا تنشوفوا ابطال من تما تيشاركوا في منطقيات كبيره. يعني اليوم هذه المبادره واش هي تجديد النفس من جديد، خطوه نحو المستقبل افضل؟ طبعا في تقريبا جديد باب جديد الساعه كان العدو الريفي، وانا كنت مشارك في العدو الريفي وكنت ندير الماراطون، كنت ندير 1500، انا هذا كنت ندير 5000 متر، ولكن جبتها من المدرسه، وبالتالي الرجوع اعتبر زمن جميل طبعا، لانه
اللي كانت فيكم واحد مجموعه ديال الابطال على مستوى واحد المجموعه ديال الانشطه. وطبعا تلاحظ ان العدو الريفي راه كان المباشرين زاد فيه بالاضافه للمسائل الاخرى المرتبطه مثلا بالكره الطائره كره اليد وتنشوفوا يعني واحد المجموعه تاع الانديه المراكشيه اللي كانت تحت واحد المجموعه تاع البطولات. طبعا كي قلتي هو استمرار لهذا النشاط الرياضي اللي خشين فتح المجتمع. نعم. ما تبقاش الرياضه مغلقه داخل المؤسسات وانما تبقى داخل الفضاءات التعليميه، وهذا تيخلق واحد النوع ديال التعاون ونوع ديال التضامن ونوع ديال الرقي بالمستوى الانسان اللي تيمارس الرياضه. انه الرياضه تيمكننا نختلفوا سياسيا ولكن الرياضه تجمعنا تجمع الشعوب، وطبعا خير الدليل على ذلك هو يعني الاجماع وتحفيز الهمام من خلال مشاركه المنتخب الوطني اللي حقق واحد الانجاز دولي، اللي طبعا وحد الشعوب مختلفه اللون مختلفه الدين مختلفه الثقافات، وبالتالي ممكن الرياضه ان توحد الشعوب وممكن الرياضه ان توحدنا وتخلق ترسيخ يعني القيم ديال التضامن، قيم ديال التويزه اللي كنت القيم تاع التويزه انا ذاك. نعم فينا هو في الوقت القيم تمكن لك ديها الى بطريقه الممارسه. ما شاء الله الرياضيه قادره على الانفتاح، ممارسه الثقافيه قادره على الانفتاح، وبالتالي الاهتمام بالانسان كراس مال بشري هو المعول عليه في التنميه. احنا نبنيو القناطر ونبنيو المرافق ونبنيو المدينه ونبنيو الحضاره الاسلاميه، ولكن ما بناش الانسان الحقيقي. الراس مال الحقيقي هو البشر. نعم. وبالتالي الاهتمام به هو نستعتبره مؤشر وعنصر اساسي في انجاح الرهان الحقيقي هو التنميه طبعا في بعد الاجتماعي وبعد الثقافي وبعد الرياضي وبعد الاقتصادي. شكرا لك تنتمنى ان شاء الله انه هذا السباق يستمر، ما تكونش النسخه الاولى، تكون النسخه الالف او ما يعني على مدى ان شاء الله المجالس المقبله ان شاء الله. هذا هو الهدف ديالنا، لانه في الاول وفي الاخير كي قلتي التنميه ديال يعني المستقبل ديال البلاد من خلال التنميه البشريه بطبيعه الحال. شكرا لك سي الحبيب المباشر، نتلاقاو نتمناو لنا مناضله. الله يكبر بك، بارك الله. قناه منفتحه، قناه تحقق يعني الدور الحقيقي للاعلام، الاعلام منفتح ايضا على الانشطه، منفتح على قضايا المجتمع، على هموم ديال المواطنات والمواطنين، وبالتالي نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا لك سي الحبيب. اذا نستمر في هذا المباشر وتتبع قناه شو تي في من خلال سي خالد مرحبا بك معنا. محمد اسمح لي، انت مكلف بالثقافه وبطبيعه الحال بالرياضه في مقاطعه المناره عضو، يعني اليوم لهذه الفكره شنو السبب ديال الفكره ديال السباق النسخه الاولى ديال السباق على الطريق لفائده الاطفال؟ هذه الفكره هذه حقا ماشي ولدت اليوم، فهذا السباق هذا لعبات مقاطعه المناره انها تنظموا منذ سنة 2012 كان عدو ريفي، هذا السباق اللي موجه للمؤسسات التعليمية، الإمداد ديال المؤسسات التعليمية، كان عدو ريفي مدرسي تيكون من بعد تطورات الفكرة ولينا فكرنا على أساس أنه نديرو سباق على الطريق، كانت تنظموا لخمسة المرات المتتالية، خمسة ديال النسخ في منطقة العزوزية، والآن السيد الرئيس ارتأى والمكتب ارتأوا انهم في اطار تغطية المجال الترابي ديال مقاطعة المنارة. كي تنعرفوا مقاطعة المنارة فهي اكبر المقاطعة كبيرة، اكبر مقاطعة، وكاين مؤسسات تعليمية بزاف، فارتأى السيد الرئيس مع المكتب ديالو على اساس انه يكونوا جوج ديال السباقات، السباق اللي كاين في منطقة الحي الحسني والسباق اللي كاين هنا في منطقة ديال التمحامي. بطبيعة الحال السباق ديال منطقة الحي الحسني فهو لفائدة المؤسسات التعليمية اللي كاينة في المنطقة تما، والسباق ديال المحامي فهو فائدة المؤسسة التعليمية العمومية والخاصة اللي كاينة في تراب منطقة المحامي. كنشكر من هذا المنبر يعني المديرية الإقليمية للتربية والتكوين على انخراطها معنا، يعني كي قلت منذ سنة 2012 الأساتذة ديال التربية البدنية المشرفين على التنظيم، الحاج عبد الحميد الزهري المفتش الممتاز اللي مشرف كذلك على اللجنة التقنية. كنشكر الأمن الوطني خصوصا والسلطات المحلية، العمل الكبير والجبار اللي كديروا السلطات المحلية، السيد باشا كيفاش أنه كونفوكا اللجنة الأمنية وعيط الجميع يعني المساهمين لا في المجال ديال كل في مجاله، يعني الأمن الوطني والوقاية المدنية، كان الانخراط ديال الهلال الأحمر،
فهاد الفاعلين كاع كلهما يعني كاينه واحد الالتقائيه كبيره الحمد لله، وهي اللي عطاتنا هاد النشاط هذا الفائدة هاد الوليدات والنجاح ديالو تماما. كي تشوفوا ما يفوتنيش نشكر يعني رجال الاعلام والصحافه اللي ديما كيواكبوا معنا، وبشوف تي في خصوصا اللي ديما كيواكبوا معنا هاد الحدث هذا، ومجموعه من الاحداث الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه تتسهل على تنظيمها بجهه مقاطعه المنار. احنا بدورنا تنتمناو لكم التوفيق. شكرا لك سيدي، نتمنى ان نلقاك في مباشر اخر. اذا الشكر الموصول لجميع الاطر التربويه بالفعل، لانهم الساهرين على هذا السباق على طريق في النسخه الاولى لفائده تلاميذ المؤسسات التعليميه بمنطقه المحاميد. فالمناسبه شرط، والمناسبه كانت ذكرى المسيره الخضراء المضفره وعيد الاستقلال المجيد. وفي اطار هذه يعني المناسبه اللي من خلال تعزيز الانشطه ديال الملتقى ديال القرب والتنميه المستدامه في النسخه الاولى، قرر انه يعني مجلس مقاطعه المناره بتعاون مع المديريه الاقليميه لوزاره التربيه والتكوين انه ينظم هذه النسخه الاولى للسباق على الطريق كما تتابع معنا خلال المباشر. تحياتي لحظه ليا. اذا فعلا تحيه لرجال الامن، تحيه لرجال السلطه بصفه عامه، السلطة المحلية من القوات المساعدة من أعوان السلطات، تحية للأعوان من المجلس الجماعي، تحية للهلال الأحمر، تحية يعني الأطر التربوية الساهرة على هذا السباق كما تشوفوا هنا في هذه اللحظة. وصول الطفلة يعني اللي فاز بهذا السباق كما تشاهدوا معنا متتابعينا خلال المباشر. يعني هذه يعني دائما احتفاء بثلاثة المتسابقات الأولى، يعني المتسابقة الأولى كما تشوفوا هادو هما الفتيات اللي تمكنوا أنهم يفوزوا بهذه النسخة ديال السباق. إذا هادو هما الفتيات اللي استطاعوا أنهم يفوزوا بالنسخة ديال هذا السباق. السباق على الطريق في النسخة ديال الأولى للتلاميذ المؤسسات التعليمية كما تتابع معنا متتابعينا. يعني تشوفوا بأنه راه تم وضع حواجز أمنية، كذلك رجال الأمن على طول المدار باش أنه يتم الحفاظ على يعني المسار ديال السباق لفائدة الأطفال. إذا ما بقى لي إلا نشكركم، شكرا لكم متتابعينا، نتمنى أننا نلقاكم مباشر إن شاء الله آخر على قناة شوفي.